السلام عليكم مشاهدينا اينما كنتم. نشوف هذا فيلم ديال البحر، ما عرفتش شنو واقع له. المهم كان يعني متواجد بفترة في سواء في السعيدية او في الحسيمة، اللي كاين في الجوايه كله متواجد بزاف. هذا قنديل البحر، ولكن راه واخا تشوفوا هكا راه يقدر يضر، حيت اصلا انا راه وقع لي مشكل مع عيني بسبب ديالو، اضطريت انني ندير الدواء. هي كيبان اللحم ديال المعده كيبقى الفعاليه، ديك الماء الماده اللي فيه اللي كيضرب بها راه كتبقى الفعاليه ديالها واخا ميت. ولهذا كنقول لكم خاصكم ضروري تكون محيطه ونحذر من هذا قنديل البحر هذا، باش ما توقعوش مشاكل، لان الاطفال الصغار ما كيعرفوش، الكبار مازال كيديروا احتياطات ولكن الصغار ما كيعرفوش. ولهذا كنتمنى انكم تلاحظوا الوليدات ديالكم باش كيلعبوا اولا باش يهزوا، باش ما نوقعوش في المشاكل من بعد. انا بنفسي انا ما عرفتش حتى تقاسيت في العين ديالي. اضطريت انني ندير الدواء، المهم باش ما نوقعوش في هذا الشيء خاصنا ناخذ الاحتياطات ديالنا، ما نحاديوش فيه بالطريقه اللي كنعرفوه، لان الماده اللي كتبقى دائما الفعاليه ديالها كاينه. وهذا مكان نتمنى حتى واحد ما يتقاس ويلعبوا وليداتكم على خاطرهم. هذاك الشيء راه كاين كبير، قنديل البحر وكتعرفوا عنده اضرار كثيره، ولكن دابا مسكين بحال اللي داروا له الدواء وراه ميت. فبغينا نشارك معكم هذا قنديل البحر اللي مشى تبحر ولا يحضر راسه منه، راه كيدير شويه ديال الشكا. هذا ميت، ولكن هذا ميت، انا نشدها انتم كنتوا البدايه، ولكن راه كاين اللي حي، كاين اللي حي كيعض، كيدير الحكا، كيدير حساسيه بزاف ديال الاضرار، كيدير بحال العافيه العضه ديالو، وكيجيك كيبقى يحمر بحال التهاب كيولي. والله يجينا ويجي المسلمين وجميع الامراض. ودابا بحال اللي داروا له الدواء، يمكن داروا له الدواء، ما بقاش حليمات، ما عرفتش، ما بقاش بحال التقويقات هما اللي كياكلوا. وموجود دابا في البحر السعيدية موجود على طرف البحر بزاف، كيرمي كيخرج كيترمى على برا. نوريكم شوفوا كيف كاين هذا، كبير 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 كبير. الحقيقة راه في أشكال كثيرة، صغير كبير وأشكال مختلفة، ماشي بحال بحال. ولكن كنتمنى السلامة للجميع، والكل يدوز الصيف ديالو على خاطرو، وما يتأذى حتى واحد، الأطفال ولا الكبار ولا، وعطلة سعيدة موفقة للجميع. شكرا على المشاهدة لكل المتتبعين الكرام.